طبعا معانا على الهاتف الكابتن عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس واحد رفقاء الدرب. اهلا بك يا كابتن. اهلا عمرو. اهلا تامر، اهلا يا فندم. صح، منورنا الحقيقه على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا حضرتك رئيس نادي كبير بيهتم بالالعاب دي، وبنوجه التحيه لحضرتك من قناه النادي الاهلي. انا بحيي النادي الاهلي طبعا، وبحيي اخويا كابتن تامر الصاوي، اللي انا اقدر اقول لحضرتك ان هو من اعظم من اكاديميه مصر كلاعب تنس على المستوى الرياضي والخلقي وكل حاجه، يعني رياضي متكامل فعلا. كابتن انا اتشرف ان انا اعرف تامر عمري كله، وعاصرته ان هو عندي يمكن 8 او 10 سنين، واخلاقه واداؤه في الملعب ما اتغيرش طول العمر، فهو نموذج فعلا للرياضي المؤدي اللي على الخلق المجتهد. اعتقد تامر توصلت يمكن 120 اي تي بي او يمكن احسن من كده، مش كده؟ مظبوط مظبوط صحيح مظبوط يا عم. يعني تامر من احسن الناس اللي حققت نتائج في مصر. تامر يكون بس في امريكا بخلي ناس يمكن من الجيل الجديد، يمكن مش كل الناس تعرف تامر، بس تامر محتاج ان هو يبقى يتحط في المكانه الصحيحه، ان هو رول موديل او يعني علامه مضيئه في عالم الرياضه وفي عالم التنس. محتاج الاجيال الجديده كلها يبقى عندها خطوات كثيره، زي ما كنا بنتكلم على كابتن سعيد شافعي وغيره وغيره. في عندنا كابتن تامر الصاوي خطوه، ولازم الاجيال يبقى عندها خطوه عشان تعرف تحققها وتوصل للاهداف بتاعتها. طب كابتن عمرو، يمكن احنا بنسال اخبار التنس الارضي عندك ايه؟ هل يعني حضرتك اديت له الدعم منذ توليك المسؤوليه؟ يعني كلمنا اكتر عن التنس الارضي عند حضرتك. التنس حضرتك التنس اساس او تاسيس، محتاج تبدا يبقى عندك قاعده كويسه وعندك مدربين كويسين مؤهلين، ده السياسه اللي احنا متجهينها، ومحتاج ان يبقى في احتكاك قوي وحجم بطولات كويس عشان تقدر تطلع لعيبه. ومحتاج في المنظومه دي، ودي دايما بقولها في الرياضه، انه محتاج على الاقل 50-60% من نجاح اي بطل هو اللياقه البدنيه. الحاجه الاضافه الكبيره النهارده المنتل تفنس او التاهيل النفسي للعيب. فكل المنظومه دي متكامله هي اللي تقدر تطلع لنا بطل. صحيح. بطل نقدر ننافس فيه ويقدر يطلع وراه اجيال، ما يبقاش بطل فلتة كل كام سنه. الحقيقه كلام طبعا كلام محترم يا كابتن، يمكن حضرتك لخصت لنا الموضوع بالحقيقه يعني في كلمات قليله الحقيقه، وده طبعا مش غريب على حضرتك، يعني حضرتك من الشخصيات يعني اللي هي عندها درايه كبيره جدا في علم الاداره الرياضيه. كابتن طبعا عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وان شاء الله يعني مزيد من التوفيق. عمرو مبسوط قوي ان انا سمعت صوتك. شكرا شكرا جزيلا كابتن عمرو، شكرا جزيلا.